استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبالوفد المرافق. أنا عارف إن أنت دي آخر محطة في جولتك الكبيرة، وده جهد كبير قوي أنت بذلته. واسمح لي أقول لك إن الأزمة اللي بتمر بمنطقتنا هي أزمة غير مسبوقة، بتحتاج مننا إن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي ان انا ابدا كلامي بنقطه في منتهى الاهميه، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، اي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويله جدا منذ اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتقوم بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهارده على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل. مهم هنا إن احنا نذكر الحقيقة أمر في منتهى الأهمية. في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الأرقام اللي أنا هقولها دي، وأنا بذكرها من باب إن احنا نبقى قد إيه تأخرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12,500 فلسطيني من المدنيين. من الجانب الإسرائيلي سقط منهم 2,700 منهم ال 1,500 اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة. اللي أنا بقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع. فيما يخص الأطفال أو المصابين، قبل ما أتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن إسرائيل 12,000 مصاب. من الأطفال سقط 2,500 طفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 طفل. أنا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجية، لأن إحنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل لحق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث في من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، واحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عبارة عن تراكم من حالات الغضب والكراهية ترتبط على مدى اكتر من 40 سنة، ان مفيش افق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسأل هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكين، أنت تحدث وقلت أنك إنسان يهودي، وأنا اسمح لي أقول لك إن أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن أبدا يتعرضوا أي شكل من أشكال القمع أو أي شكل من أشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في أوروبا، يمكن في أسبانيا، يمكن في دول أخرى، لكن في بلادنا العربية والإسلامية ما حصلش. ده أنا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا، لأن الموجة اللي اتشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم. ومهم جدا جدا إن إحنا نخفض التوتر وأيضا نيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لأن النهاردة إحنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهارده ابتدت في أزمة خبز تتداعي. أنا بقول الكلام ده لأن إحنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا. أنتم موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا إحنا
المعنيين بالقضية والعالمين إلى حد ما بأسباب الأزمات دي، لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومن اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز مشاهد قتل عليك، راح بيك أهلا وسهلا بالوفد المرافق دي، وإن شاء الله يكون لقائنا ده فرصة كبيرة جدا جدا وقوة دفع إلى إيجاد حل للأزمة الحالية. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Pleasure. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them. But inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. Thank you.